بالعودة إلى شأن اليمني وعن التقرير الذي رصد 18,000 حالة اعتقال من قبل ميليشيا الحوثي، معنا ينضم الأستاذة بشرى أو تنضم الأستاذة بشرى عمري مرة أخرى. أستاذة بشرى، بداية مرحبا بك. يعني في هذا التقرير الذي رصدتم فيه 18,000 حالة اعتقال من قبل ميليشيا الحوثي، ما مدى قانونية هذه الاعتقالات؟ أهلا وسهلا أخي بك وبالمشاهدين جميعا. طبعا كل هذه الاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب حتى الموت كلها جرائم ضد الانسانيه وجرائم مخالفه للقانون الدولي والقوانين والاعراف المحليه والدوليه. يعني رصدتم مناطق بعينها تزداد فيها هذه الاعتقالات؟ نعم، هناك مناطق تتركز فيها هذه الاعتقالات وهي بالدرجة الأولى في أمانة العاصمة وفي محافظة حجة والبيضة وفي محافظة تعز أيضا. حالة الاختطافات هي كبيرة، وصلت لأكثر من 18,600 حالة في العام 2017 فقط. هناك 490 حالة إخفاء و 2494 حالة اختطاف، وهناك 188 حالة إخفاء تعذيب. وسط كل هذه الأرقام عشرات، يعني ما يزيد عن عشرات الحالات تعذيب حتى الموت. يعني وسط هذه الحالات، يعني وهذا الرقم الضخم من المعتقلين، إلى أي مدى يتمتع المعتقلون بالضمانات القانونية الكافية لمحاكمة عادلة؟ وصلتنا رسائل وشكاوى من أهالي المختطفين يتحدثون أن المختطفين يتلقون التعذيب الشديد الذي يفضي في بعض الأحيان إلى الموت. أيضا هناك منعت الميليشيات أهالي المختطفين من الالتقاء بهم. في الثاني من ديسمبر هذا العام أو هذا الجاري قامت الميليشيات بتكفين العديد من المختطفين ومنع حتى مياه الشرب عنهم وأعطاهم بكميات قليلة جدا وتبيع لهم بأسعار باهظة. أيضا قامت في وقت سابق بمحاكمة 36 مدني تم إخفائهم قسريا لفترات طويلة ثم وتعذيبهم تعذيب مبرح وثم محاكمتهم محاكمة غير قانونية. في يوليو الماضي تم تعذيب 3 مختطفين، أحدهم في حجة البكالي وأظرافي في تعز والأحمدي في البيضة حتى ماتوا من جراء التعذيب. يعني أيضا 8,000 شخص مخفيين قسرا أو قسريا بحسب تقريركم. نعم. يعني ماذا عن الصحفيين؟ هل للصحفيين نصيب من هذا الانتهاك؟ أخي، عشرات الصحفيين هم بين مخف قسريا ومختطفين يتلقون شتى أصناف التعذيب حتى من ذويهم. هناك مختطفين ومخفيين وإذا لم يستطيعوا اختطافه يقتلون أحيانا كزميلنا العدسي. هناك اليوم الكثير من الصحفيين غادروا أمانة العاصمة من المنتمين لحزب المؤتمر الشعب العام بعد ملاحقتهم وبعد حتى الحكم الغيابي عليهم كرئيس تحرير صحيفة الميثاق الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي محمد أنعم، وهو اليوم في عدن مع عدد من الصحفيين الذين تمكنوا من الفرار من قبضة ميليشيا الحوثي. يعني دعوتم أيضا أستاذة بشرى العامري في تقريركم، دعوتم للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا. يعني في حالة عدم استجابة ميليشيا الحوثي لدعوتكم، ما الخطوات التصعيدية التي ستقومون بها؟ هناك هي الميليشيات منذ 3 أعوام وهي تعكف على اختطاف الناس ولا تسري لأي مناشدات. مؤخرا أيضا قامت بوضع 280 من المختطفين في مقر الشرطة العسكرية التي قصفوا من قبل التحالف وأدى إلى مقتل 33 مختطف. نحن نناشد الأمم المتحدة، ناشدنا المجتمع الدولي، ناشدنا جميع الجهات، ناشدنا المبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بالتدخل والضغط على هذه الميليشيات التي لا تسعي لأحد لإفراج عن هؤلاء المختطفين، ولكنها تفرج في حالات نادرة جدا إذا ما تم مقايضتهم بأموال باهظة، وهي تستخدم معظم المختطفين لديها لطريقة الجني المال. والضغط على الأهالي للإفراج عنهم بهذه الطريقة البشعة. من الرياضة المسؤولة الإعلامية بالتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذة بشرى عامري، شكرا لك.